أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما